ليش؟ لأنه صار يدخلها بالغلط فعورتني ما قدرت أتحمل. قلت خلاص وقف لا تدخلها وخلي دكتور ثاني يجي يدخلها بدالي لأنه مرة أجعب. وكما يعرف هو؟ إيه كان ما يعرفني، أتوقع أنه كان في البداية. بعض الأطباء سبحان الله العظيم يعني تنحني بوارد بالشكل هذا ويجي بين فترتين ياخذ خزعه من النخاع. لا لا يضرب البدن ياخذ خزعه من النخاع ويدخل الكمامه من النخاع صدقت على الخلاصتين من النخاع. بعضهم شاطر وعنده خبره وبعضهم ما ذاك مغطي ذاك اليوم مكان مكان من شغاله ما تعبها ذاك اليوم سافرنا عبد الله عقده من الله وقفنا وقفنا لا تطلب هذا الاستشاره هذا من حق المريض من حق المريض انه يطلب جاء الاستشاره من اول مره ما شاء الله بالمرة الثانية ما حسيت بالألم. لا المرة الثانية. الحمد لله. طيب وش نصيحتك لل نصيحتي للدكاترة انهم من اللي تو يتعلم ما يصير يتعلم في المرة. يصير يتعلم مثلا في مجسم او يتعلم في اي شيء، بعدين يتعلم في المرة. ان اللي يدخل الابرة ما يحس بألم اللي ما يحس بألم المريض. طيب وش نصيحتك للمرضى؟ للمرضى اقول للمرضى انهم يصبرون. تقوم ربهم من عندهم إصرار وعزيمة عشان نقدر نتغلب على السرطان لو كان السرطان رجل لقتل الله 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 ما شاء الله أجل الحمد لله نحن ما احنا بسرطان. طيب وش نقطة البداية؟ نقطة البداية بعد ما فتحت حسابات في الانستغرام والتويتر صرت أوثق صور لي في المستشفى أو خارج المستشفى. في يوم اتصلوا على ابوي قناة السعودية طلبوا اني اجي اسوي معي لقاء في صباح السعودية. هذا اول مرة في حياتي اني اروح يعني القناة او يسوون معي قناة لقاء. فكان خبرني ابوي قال انه في قناة تبغاني اللي راح اروح. كنت مرتبكة هذيك الليلة وكنت ما ادري ايش اسوي لان اول مرة في حياتي اطلع. بعدها صاروا صرت اعطوني الاسئله وصرت اقراها عشان اعرف اجاوب. قبل المقابله المقابله في الصباح صرت اقراها. كانت مرتبكه وكنت ما نمت هذيك الليله اللي شويه قمت متحمسه وخوف في الثنتين يعني ارتباك وخوف. رحت للقناه سووا معي لقاء الحمد لله لقاء جميل كان لقاء ممتاز الحمد لله. حتى المقدم يسألني حسيت اني اسولف مع اي شخص فجاوبت على الاسئلة الحمد لله كان لقاء جميل ومرة حلو ونصحت فيه اخواني محاربي السرطان والمجتمع انهم يغيرون النظرة اسمنا يسمونا مرضى السرطان لكن احنا محاربي السرطان. اتمنى منهم انهم ما يسمونا مرضى يسمونا محاربي السرطان. جميل معناته هم غششوك يعطوك الاسئله المفروض ما يغششونك المفروض يعجبونك على طول صح؟ بس لان هذا كان اول لقاء محاور اللقاء بس احنا ما غششناك صح؟ اعطيناك اسئله؟ لا مضبوط. طيب كيف كانت بعدها خلاص صارت التجربه يعني سهله انك تحل التلفزيون وتقابلينهم وتجلسين معهم وتتكلمين عن المرض صح؟ الحمد لله تجربة عادية وصارت عادي كنت أروح عادي أسوي لقاءات سويت لقاءات كثيرة. وين فيه؟ آخر لقاء لي كان في قناة الأخبارية على برنامج الراصد. وش كان عنه؟ كان عن يسألوني كيف بداية المرض وكم العام وكذا. يعني مو عن تجربتك في الكتابة والتدوين لا قلت لا ما سألوني عن هذا سألوك عن المرض نفسه. سألوني عن المرض وقالوا متى راح يدشن الكتاب. وش قلتي لهم؟ قلتهم كتاب ان شاء الله راح يدشن يوم 3 15 مارس. ايه صاروا يقولون لي ايش محتوى الكتاب قلت انا ما راح اقول لاحد ايش محتوى هو يتكلم عن قصتي بس انتم اللي اشتروا الكتاب وشوفوا ايش المحتوى بتاعه. جميل هذا التسويق ها ما شاء الله من الان شافون التسويق. جميل طيب وش المفاجاه؟ انت كاتب مفاجاه هنا حاطه فصل الكتاب مفاجاه. كان سمح لي الدكتور هذاك اليوم اني خلاص يعني اروح محافظتي بعد 4 شهور. كنت متحمسه هذاك اليوم ونمت من الليل وقمت الصباح. طيارتنا الساعه 7 المغرب. كان قبل الطياره بس 5 ساعات
صرت حسيت اني مرهقة. قلت بس ارهاق، بروح انام ساعة بقوم ان شاء الله يروح هذا الارهاق. لكن نمت، ويوم قمت حسيت بحرارة شديدة. ناديت ابوي واختي، فاتصل ابوي على الدكتور، قال الدكتور لازم يعني اجيب من المستشفى. مركز جمال الحياة اورام الاطفال قفل الساعة 3:00. فرحت المستشفى الرئيسي، مستشفى الملك فيصل تخصصي، كان الزحمة مرة، كان حاطيني على سرير في الممر. كان هذا خطر علينا، أن كانت مناعة صفر، أي فيروس أي عدوى تنتقل لي. حزنت هذيك الليلة، أني ما بعد 4 شهور ما شفت أهلي ولا شفت أمي ولا شفت أخواني. حزنت هذاك اليوم. بعد ما تنومت أنا، بعدين جاء الصباح أخذوني إلى مركز متخصص في أورام الأطفال اللي هو مركز الملك فهد. رحت هناك في وقت الزيارة الساعة 7 الليل، تفاجأت بدخول أهلي وأخواني علي. انبسطت مرة، يعني إني ما رحت لهم بس هم جاني. انبسطت مرة هذيك الليلة، وطلبت من الدكتور إن أمي تنوم معي، تنام معي، ترافق معي. فقال الدكتور ما يجي لأن أمي معها الربو، فهذا خطر علي. فحزنت هذيك الليلة. بعدها في الصباح قال أبوي للدكتور إنه يعني لازم تنوم معي كذا يعني، فوافق الدكتور. فنامت معي ليلة واحدة، كانت هذيك أسعد ليلة عندي. مرة انبسطت مع أمي واستأنست. بعد 4 شهور أشوف أمي وأخواني وأخواتي. جميل، شيء ممتاز. طيب الحين لو قلنا لك يا شريف، لو قلنا لك الألم كله اللي جايك من المرض والتعب والمفاجأة والمستشفيات والمواعيد والزيارات، وجاك المقابل اللي جاك كله اللي هو المتابعين ومحبة الناس لك، والناس جاية من كل مناطق المملكة عشان تجلس معك وتشوفك وتحضر المقابلة، هذا يعادل هذا؟ كيف يعني؟ ما يعني الآن لو جبنا التعب والمرض والمعاناة والإبرة والمشاكل والأدوية كلها حطيناها في كفة، والمقابل اللي أعطاك إياه والله مقابل هالشيء هذا، يعني أختار إنه يجيني المرض وعندي متابعين وكذا، ولا إنسان عادي مثلك مثل غيره؟ أنا أختار إنسان عادي، يعني ما يجيني المرض ولا أتعب. لو ما عندك متابعين، الله يحبب المرض. أجل معناته إن الله يحبك، أجل جابك هالمرض عشان يجيب لك يعطيك المقابل، المكافأة له. صح ولا لا؟ صح، الله يوفقك. طيب يا اخت شريف، طيب وش قصه تغريداتي؟ تغريداتي هذه تغريداتي اللي انزلها في الانستغرام كذا، صرت اكتبها في كتاب التغريدات، يعني زي كذا الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر اول خطوات الشفاء. الله الله، جميل. عيديها لنا مره ثانيه. الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر اول خطوات الشفاء. جميل. وكنت تغريداتك بهذا الاتجاه يعني للناس، يعني تتكلم عن الصبر والقوه والاصرار، وحطيتيها في الكتاب. ها اي، يعني معناته ان شاء الله السنه الجايه بيكون كتابك طبع كبير ومزوده شوي، صح؟ جاي الموضوع اخوي محمد، انه اغلب المرضى الوقت الحالي محاربين السرطان بالاصح، يكون الواحد يعني يفكر بنفسه أكثر. شريف مختلف الموضوع، تفكر بنفسه وبالآخرين، يعني مو بس تفكر بشريف أنا كيف تتعالج وكيف بس ترتاح، لا تفكر تريح غيرها بعد من محاربين السرطان. هذا شيء جميل، جميل جدا، مو موجود بأي أحد. جميل، وهذه يمكن من حوافز، وإذا أردت أن تنشر، إذا أردت أن تحصل على السعادة فانشرها للآخرين. صحيح، تجيك تلقائية. صحيح، إذا أنت أردت المحبة انشرها للآخرين، أي شيء تريده انشره للآخرين، يجيك تلقائية. رغم ألمها وتعبها وتاخذ علاجات في المستشفى، إلا أنها كانت تيجي ترسم البسمة للمرضى والمحاربين وهي ماخذة علاج، ولا عندها مضاجع بعد المستشفى. إن كانت تسوي ما شاء الله عليها حاجات، يعني بصراحة أعطتنا إحنا كأمل، كإحنا متعافين كيف إحنا نكون معاهم، وشاركت ما شاء الله في حملات معنا، وشاركوا الشباب كلهم ما شاء الله عليهم وكانوا يحضرون، والشباب ما كانوا موجودين معنا حاليا وكلهم موجودين. بصراحة سووا حملات بصراحة لجميع المرضى، وكان أنا أفتخر فيهم بصراحة، أنا فخور فيهم، وهو اللي خلانا كان دافع أن احنا نكون ناشطين في المجال هذا أكثر، وفي المحاربين هذا، حتى أن احنا كنا سنة كاملة 6 شهور بعض الشباب كنا
الموس الصلع في راسنا تضامنا مع الحملة، كان شعارنا هو الابتسامة الذي كانت تعطينا هي البنت الصغيرة الذي البدرة هذا الذي بدرت كل الشباب فينا وفي كبيرنا وصغيرنا ما شاء الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله. من قولة الرسول صلى الله عليه وسلم حب لنفسك ما تحب. عشان كذا انا يعني عشان ما انا بعض الاحيان اقول انا ما ابغى اعيش هذا، لازم اصبر ولازم اتحمل، لازم اعلم اخواني حربي السرطان انهم يصبرون عشان يقدرون يتحملون على هذا المرض. ما شاء الله. طيب في واحد من الفصول مكتوب علمني السرطان، ايش علمك؟ هذا احد الفصول كتبته لنا مؤلفه اسمه علمني السرطان، ايش علمك؟ علمني السرطان ان المرض ما راح مهما طال المرض سيزول. علمني السرطان أن أثق بالله، وعلمني السرطان، علمني السرطان أن صبر، علمني السرطان صبر وثقة بالله، علمني السرطان أن التفاؤل لا يسمع إلا للنفوس الواثقة بالله. جميل. وأهم إنجازاتك أنت كاتبة فصل إنجازاتي. إنجازاتي هذه اللي أنا صوري اللي أروح لإخوان محبي السرطان أقول لهم وضروري على المتابعة وضروري على القنوات. هذه حطيت فصل كامل لها إنجازاتي، حطيت الصور والكلام تحتها. كاتبة بالتغريدات شريفة في صفحة التغريدات صفحة 42، لا شيء يريح القلب المتعب أكثر من سماع قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. النجاح لا توقفه العثرات طالما أن وقود الطموح المسبق بالتخطيط والمفعم بالتحدي والإصرار. السرطان هو ما جعلني أرى الحياة بوجه آخر. أيها المحاربون، هناك أشخاص يستمدون قوتهم من ابتسامتكم، فابتسموا. طيب يا أخت شريف، إيش أهدافك الآن؟ أنت كاتبة فصل أهدافي. إيش أهدافك إن شاء الله طموحك قدام بعد تأليف الكتاب وبعد يعني محبة الناس وبعد يعني تأليف مو عملية سهلة، يعني إن الواحد يخوضها تجربة يعني صعبة شوي. أهدافي إني أنشر الابتسامة على وجوه إخواني حربي السرطان، إني أغير نظرة المجتمع من الشفقة. في بعض الأحيان الناس ينظرون لنا نظرة شفقة، وهدفي إني أنا بعض الأحيان الناس إذا شافوا إحنا لابسين كمامة خلاص يحسبون هذا مرض معدي. يبتعدون عن محاربي السرطان. أنا أقول للناس إنه ما يبتعدون عنا، يقولون الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، كلمة فيها قوة وصبر عشان يقدرون يرفعون من معنوياتنا عشان نقدر نتغلب على السرطان. جميل. وش غيرها من الأهداف؟ يعني إيش عندك بالمستقبل أهداف في مجال التعليم؟ أهدافي إن شاء الله إني أصدر هذا الكتاب، أصدر إن شاء الله كتاب. حاجة ثانية. بنفس المجال ولا تغيرينه؟ طيب وش بعد الكيماوي؟ كان كاتب ما بعد الكيماوي، ايش مكتوب في الكتاب ما بعد الكيماوي؟ ما بعد الكيماوي يعني اذا اخذت كيماوي يجيني غثيان، يجيني امساك وانتكامة، يعني زي هذه الاشياء. بعض الاحيان ما اكل ولا اتغدى ولا اشرب من الكيماوي، يكون مالي نفس في اي شيء، هذا ما بعد الكيماوي. فانت حطيتي نصائح للناس اللي ياخذون كيماوي بالكتاب. احنا لازم ناكل عشان نفس الكيماوي اللي دخلنا، عشان كذا انا حطيت عشان اخوان محبي السرطان هم ياكلون عشان يقدرون يوصلون الكيماوي اللي دخلت. جميل. يكثرون من الموية. ايش كتبت لنا بالخاتمة؟ الختام. انا عندي مقولة ان الله لا يبتليك بشيء الا وهو خير لك. جميل 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 جدا. الله يعطيك العافية. في أحد من الإخوان الحضور معنا حاب يسأل أخت شريفة أي سؤال أو يسأل والدها محمد الشريف؟ أول شيء بعد منكم يا جماعة الخير هنيئا لوالد شريفة وهنيئا يا شريفة لك بهذا الوالد العظيم، وأسأل الله أن يجعل كل ما حدث لك هو تكفير لسيئاتك. أمر جميل جدا، وهذا هذا المسلم الحق اللي دائما يحاول انه يسعد الناس مهما اصابه. يعني يمكن الاغلب او الشباب يعني تكلموا في هذا الموضوع انه في هذه الدنيا كل واحد نفسه، لكن جميل انك تحاول انك تسعد غيرك بكلمات، تسعد غيرك
مع انك تعبان. فالله يوفقك يا شريفه، وللامانه يعني احنا داعمين لك، والله اسال الله ان شاء الله يوفقك في سواء كان في هذا الكتاب او في كتب، واستمري على هذا النهج، واستمري على رسم الابتسامه ورسم التفاؤل للغير، فهذا شيء جميل، وهذا هو المسلم الحق. فالله يوفقك. عندي سؤال، ايش يعني الامور السلبيه اللي انت حصلتيها في من خلال او اللي واجهتيها في اصدار كتابك؟ حصلتي شيء سلبي؟ ما حصلتي؟ اي لا لا، دحين اقول كل شيء زين تمام. في تعوقات حصلت معك بالنسبه لاصدار الكتاب؟ الا لا والله ما في اشياء بسيطه، ما يلقى الواحد بال، كل شيء ابدا يكون له شواهد. لا عطنا شيخ محمد، عطنا بالنسبه لك انت ما لا 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 عطنا هو بيقول لك بعد ما يصدر الكتاب كل هذا الكتاب يقولون ما شاء الله على هذا الاصدار ويتمنون هذا المسير، وفي متابعين يقول لا هذا مو هذا متفق مع محل ومسوي له كذا، وهذا مسوي له كتاب اعطينا كذا في الصوره، يعني يحاولون تثبيتهم. لا لا هذا الكتاب هذا الكتاب كتب مريضه ولا تكون مريضه ولا تكون المريضه نفسها، وانا راجعته بنفسي وتاكدت منه. الصور صور من تصويرها هي او من تصوير ناس لها. الكتاب تم تحريره يعني عندنا في الشركه، وهذا امر طبيعي في كل الكتب. احنا نحرر لبروفيسورات في الجامعات، نحرر لهم الماده حقتهم ونراجعها وندققها، هذا امر طبيعي يعني. ما لكن احنا نتكلم عن سيناريو القصه، عن الاحداث، عن اركان الكتاب، هذا كله من جهد المؤلفه يعني. اتمنى لها التوفيق الحقيقي، واتمنى انها توثق الاحداث اللي مرت عليها عبر تويتر، لانه في الان برنامج يحول التغريدات الى كتاب دايركت من خلال البرنامج، فتجمعين التغريدات كلها في مكان واحد ثم تحولينها الى كتاب باذن الله بعد ما تكون التجربه كلها اكتملت. باذن الله يوفقك. في اي اسئله من حابه استضيف نقطتين؟ تفضل. اول شيء الله يعطي العافيه الشباب على جهودهم على حضورهم هنا. ثاني حاجه سبحان الله لما تشوف شخص مستصعب صحته ويلهمك على حاجه تحس انه شيء عادي، لكن واحدة زي شريفة مريضة الله يعافيها إن شاء الله نفرح بشفاها، وتلقاها تسعد الدنيا هذه وتبغى تسعد الناس، هذا حاجة تأثر بالصغير والكبير. هذه أول شيء. ثاني حاجة يعني الحمد لله يعني الكتاب مع أنه خلال شهر واحد بس أصدرتوه وحررتوه وخلص، هذا بعد الله سبحان الله يعني بعته في قلبه، لأنهم هم برضو ساعين على الشيء هذا. فالحمد لله على كل حال، وأبارك له والله بالشيء ذا. وهذا مؤكد أنه ما هو جهد منا، كله جهد منا. في عندنا كتب جلست سنة كاملة، وقلت محمد قلت شريف لما زاروني قلت هذا أغرب كتاب طبعا عندنا، لأن بعض الكتب قعد عندنا سنة وشهرين، 8 شهور، 9 شهور، تأخذ وقتها في الإجراء. الواحد يسعى. لكن هذا الكتاب فعلا غريب في أطواره، وراءه توفيق من الله عز وجل، ووراءه عزيمة قوية. يعني تعتبر صراحة قصة نجاح جدا كبيرة. اتمنى لها التوفيق ان شاء الله. استاذ محمد ما قصر، وقف معنا وقفه يعني شخصيه بعيدا عن كان وقت مضيق.